اترك السيارة هون، بكرة منجي مناخدها. نتمشى مثل ما بدك. ماشي، مين في هنيك؟ وراف موجودة؟ وأنا كمان، وأنا رح موت من جوعي. بعد نص ساعة بكون هنيك. خلص ماشي، بشوفكن. كيف هيك بتروحي بدون ما تودعيني؟ لأنك كنت عم تحكي على التليفون. رقمي معك، وإذا بدك فينا نلتقى مرة تانية. لا، لحد هون وبيكفي. على راحتك. أنا رح روح من هون. ماشي، انتبه لحالك علي. أنا اليوم لأول مرة بقول اللي بقلبي. السر اللي قلت لك يا ما حدا بيعرفه، ولهيك ما بدي اياك تحكي بهالسيرة قدام حدا. لا توصيني إلي بهالشغلات مهند. انت اطمن، انا علي. لازم تعرف انه سرك بيضلوا معي لحتى موت. وحياة شرفي وغلاوتك عندي ما بحكي ولا كلمة. بدي اياك تطمن وترتاح، ماشي؟ يلا بخاطرك علوش. الله معك، مع السلامة. يي، شو بدك تنامي؟ لكان انا لمين عملت الشاي؟ مو جاي اليوم؟ ما صار معنا وقت لحتى نحكي. قلي لي مهند، شو ناوي يساوي؟ لسه ما بيعرف. بده يبدأ بشغل جديد يعني؟ عم يستشيره؟ خليه يروح يشتغل مع أبو بالفرن، مو أحسن له؟ شغله ومحله جاهز. ما بعرف، خلينا ننتظر لنشوف شو رح يصير. هلأ ما بقى في شي يوقف بطريقه. الله أعلم شو اللي مستني. انت شو قصدك؟ عم بحكي بشكل عام. تصبحي على خير. وانتي بألف خير.